لانه هلا وقتها ضروري نتوقف عند سولو اكزيبيشن لجاد زيتوني باندينج تايم، ارتست وفنان شاب هالقد تالنتد، هالقد عنده موهبه كثير مهمه، عمل ايدنتيتي وهويه رسمها من اول طريق. كثير من الارتست بيطولوا لحتى يخلقوا الهويه تبعهم، هو من اول لوحات رسمها. بس نطلع باللوحه بنقول هيدا جاد زيتوني، هو معنا اليوم لحتى يحكي عن سولو اكزيبيشن يلي رح تكون نهار الخميس ب 22 شهر، يعني بعد بكره الافتتاح. جاد زيتوني صباح الخير. جود مورنينغ. اهلا وسهلا فيك. يعني بعرف قد ايه التحضيرات هلا هيك حاميه، في تنشن شوي، يعني في تنشن، بس انت قد وقدود. قبل ما نحكي عن باندينج تايم وقبل ما نحكي عن هيدي الاكزيبيشن، خبرني عن أداء عمر صغير بلش معك هيك حبك للفن وتحديدا للرسم، انك تعبر من خلال هيدي الطريقه. هلا اكيد انا وصغير كان عندي حشريه كثير اعرف عن الالوان ومزج الالوان، كنت هيك بتذكر يعني هالذكريات لإلي. فحسيت بعد فتره يعني من المدرسه والثانويه والهيدا قطعت، في فتره كثير ما قدرت رسمت فيها، كنت كثير مشغول بالهيدا. بس بيسكلي بعد من بعد هذه الفتره قطعت بمرحله انه لا، عبالي اعمل شيء، عبالي تو كرييت سمثينج يعني. وبتذكر يعني اول لوحات لإلي كانوا بعدهم موجودين عندي بالبيت هلا، هيك مرسومين بطريقه توتالي ديفرنت. كنت عم بستذكر الفتره القديمه اللي قطعت فيها انا من كم يوم يعني. لقيت حالي يعني عملت شيفت كثير بالترمز اوف ستايل وطريقه الرسم وطريقه تفكيري يعني كيف بلشت يعني باي مدرسه فن تشكيلي، خليني اقول بلشت، او باي طريقه كنت تعبر، شو الطريقه اللي كنت ترسم فيها قبل ما نحكي هلا عن الايدنتيتي، لانه هلا صارت هويه، لانه هلا بس نشوف لوحه بنقول هذا جهد. الموضوع انه انا ماني دارس فنون ولا ارتس بحياتي يعني بالجامعه او بالمدرسه، يعني اخذت يمكن صفوف صغيره. سو كان انا عندي الحشريه اكتشف اونلاين او بطريقه يعني شو المدارس الفنون يلي انا تجذبني لإلي اكثر. فالاكسبرشنزم والامبرشنزم هن اكثر المدارس الفنون يلي شدوني لإلهم، يلي انه بيتعاملوا بطريقه مع الفيجر او الطبيعه او بطريقه شوي تجريديه على فيها ايحاءات، يعني اذا كان بالالوان ولا بالشيب او باللاين. سو طبعا هذا الشيء بنشوفه واضح. على كل حال باندينج تايم هيدي البوستر، لوحة البوستر يلي عم نشوفها، هيدا البعد يلي عم ترسم فيه، يلي بتعمل شايبينج فيه للفيجرز، للجسم، للوجوه. يعني اليوم عم شوف بورتري، بس ما هو بورتري اعتيادي، يعني مش مثل ما بينرسم عادة، شيء كتير حلو يلي عم شوفه. خبرنا شوي عن التكنيك يلي بتستعملها وعن الهوية يلي خلقتها من خلال هالمكسشر يلي بتعملها. مش معقول كتير يعني، انا ام بيج فان يعني، انت بتعرف هذا الشيء. خبرني شوي عن الهويه الفنيه اللي بتشتغل فيها جد. اول شيء الهويه بترجع انه بشتغل على الخشب، اول نقطه هيدي، مش أوكي. على الكانفاس. اوكي، سو كل المعرض رح يكون على خشب، والطريقه اللي بعمل فيها بحط فيها البينت على الخشب هي بطريقه اللايرز، يعني مش انه لاير واحد بتخلص معي، يعني مش بلش اكريليك برجع بعمل لاير ثاني، برجع بعمل اخر لاير من الاويل لاعمل طريقه شوي 3D، يعني بس طلع على اللوحه عن قريب، ايفن بتحس فيها شوي دايمنشنز، يعني كانه فيها طبقات، يعني فيها ابعاد. وبنفس الوقت الكالور باليت اللي بستعملها يعني بستعمل على كل السبيكتروم من الالوان، يعني بشتغل. هذا اللي بدي اتوقف عنده، يعني بنشوف السبيكتروم كله واضح عندك بكل لوحه، حتى لو كانت بورتري، لو كانت لاندسكيب، لو شو ما كانت، حتى بنشوف الفلاشي كولرز، يعني بنشوف الفليو فيها. خبرني قد ايه صعب هيدي الميكسشر، لانه كثير دقيق، يعني في خيط كثير رفيع بين انه الواحد يكون عم يغلط بالالوان اكزاكتلي او لا، عم يعمل هارموني مثل ما ذكرتها، تكون عم تخلق هيدا السحر وهيدا البعد باللوحات. خبرني شو الدقه بالشغل بهيدا الموضوع. الدقه هي من الاساس، انا عندي نظره على الالوان والهارموني بطبيعتي، بقدر انه
كون هارموني بالالوان، لانه منا سهل انك تشتغل بكذا لون وكذا شيد من نفس اللون وتجمعهم بلوحه واحده ليعملوا هذا الهارموني. ف يعني من نظرتي للالوان ومن الاكسبيرمنتيشن، يعني من عملت كثير انا اكسبيرمنتيشن لقدرت وصلت لهيدي المرحله لاقدر كون هيدي الهارموني. يعني عملت كثير براكتس بيني وبين حالي، في كثير بينتينجز مثلا يمكن ما قدروا زبطوا معي فاكيد شلتهم على يعني جنب. ف قد اخذت معك هيدي المرحله يعني قبل ما توصل لمرحله انه تكون خلص الهويه انخلقت وبلشت تشتغل، يعني صارت اللوحه تنشغل؟ مش معقول شو حلو هالبينتينج اللي عم نشوفه. قد اخذت معك هيدي المرحله، مرحله التحضير لهي الهويه يلي ما بتشبه غيرك من الارتست؟ في بدك تقول يعني بين الاربع اراوند 4 ييرز، يعني من الاكسبيرمنتيشن للبراكتس لقدرت وصلت لهيدي المرحله انه حددت يمكن هويه لإلي. وبعتبر حالي يعني بعدني كاني مبلش وعم بكتشف على طول، عندي هذه المنتاليتي اني اكتشف على طول طرق جديده، اساليب جديده، حسن اطور، بس اكيد يضلني بنفس النطاق الستايل تبع يعني الطريقه التنفيذ. قد ايه ثقافه مهمه، قد ايه بتتابع على صعيد العالم، قد ايه بتتابع نيو ارتست، قد ايه بتتابع كمان وبتشوف يمكن فنانين تشكيليين سبقوا وطبعوا يمكن باعمالهم بشغلهم، وحتى هون زملائك بلبنان عم بيصير في كثير معارض بلبنان وبعرف قد ايه يمكن انت قريب من كثير من الاشخاص، قد ايه بتراقب، قد ايه بتتابع؟ خبرني قد ايه مهم هذا الموضوع لحتى الواحد يعرف حاله وين. أنا بعتبر الثقافة مثل ما قلت أنت كمان هي كتير شيء أساسي أنك تقدر تخلق من وراها a work of art. يعني الباك جراوند طبعا أنا بالإنجينيرينج كان شوي different، بس كتير ساعدني كمان بنفس الوقت أني خوض هذه التجربة الارت بفكر او فيجن بطريقة كتير مختلفة. يعني كيف الابروتش تبعي للرسم والفيجر كان يعني totally different يمكن من غير زملائي او الاشخاص يلي عملوا من قبلي. وبنفس الوقت كان عندي كتير انسبيريشن من ارتستس من القدام، يعني مثل فرانسيس بيكن، لوسين فرويد، كتير هيك بشوف شغلهم اكيد بقدره وبحبه. بس انا بالنسبه لي اتجاهك يعني هيك عندي اتجاه خاص، اخذ خط يعني لحاله على كل حال، وهالشيء واضح من شغلك. بندنج تايم الاوبننج بكليم ارت سبيس بالحمرة نهار الخميس ب 22 سبتمبر على الساعه 6:30. خبرني عن اهميه هيدي السولو اكزيبيشن ورح انطلق من التايتل بندنج تايم. بالنسبة لي هاي السولو اكزيبيشن هي مثل دعسة بالارت سين يلي بلبنان وبالاخص، وهي از ان انترودكشن للكالر باليت والالوان والطريقة كيف انا بعمل ابروتش للفيجر ان جنرال. سو حبيت اعمل شوي انترودكشن بفكرة بندنج تايم. هلا كيف اجت الفكرة؟ هي مستوحات من Theory of Relativity لألبرت أينشتاين. أوكي. هلا أكيد ما رح فوت كتير in details بالثيوري، بس بتقول إنه once you bend time يعني you bend space كمان بنفس الوقت. يعني إذا أنت عملت خرقت الزمن كمان بتخرق السبيس يلي موجود فيه يعني. وهيدي through gravity، يعني هي بيقولوا Theory of Relativity هي is something إنه Theory of Gravity الجاذبية. اوكي. سو اذا بتطلع بالفيجرز وبالشيبس تبعها على طول في كانه ديستورشن، يعني عمليه انه مش تشويه بس تغيير بالحركه او بال يعني بالرسومات يعني كيف بنفذها. سو هون عم جرب انا اعمل براكتس للجرافيتي، يعني كيف عم بحط هيدا الفيجر او هي تحت تجربه الجرافيتي. سو عم بخلق بين هيدي التجربة عملية بين الألوان والشيب وال كم لوحة رح يضم المعرض؟ رح يضم 14 14 لوحة. رح يكون الافتتاح نهار الخميس 22 سبتمبر أيلول 2022 بكليم ارت سبيس بالحمرة.
رح يستمر المعرض قد ايه؟ رح يضل المعرض يستمر هلا 5 ايام بس اكيد أوكي. نحن ممكن نجدد اذا كان في اقبال الناس يعني. اكيد ندعي كل الاشخاص انه يكونوا حاضرين ان كان بالاوبننج نهار الخميس على 6:30 لانه ضروري تشوفوا شغل الحلو لجاد زيتوني او اذا مرقتوا من بعد لاول اسبوع الجاي. وانا مأكد انه رح يكون في اكستنشن للمعرض بكليم ارت سبيس اللي بنوجه لهم تحيه انه عم يفتحوا مجال لليونغ ارتست لكل الاشخاص كمان المهمين بعالم الفن التشكيلي اللبناني ليعطون مساحه عرض لاعمالهم. جاد كلمه اخيره لك. ثانك يو لك شادي لانك استضفتني على البروجرام، وبدعي كل الناس وكل الارت كولكترز وكل الاشخاص يلي بهمهم الارتس او هيدا انه يكونوا موجودين ولا يعطوني كمان رايهم ويشوفوا شغلي ونظريتهم يعني كمان بتهمني يعني. اكيد كثير رح يكونوا حاضرين الفنان التشكيلي لبنانيز ارتست جاد زيتوني. شكرا لك، موفق بكل شيء بتعمله. برجع بذكركم باندينج تايم مشاهدينا، الافتتاح نهار الخميس 22 ايلول الساعه 6:30 المساء بكليم ارت سبيس بالحمراء.